شاء الله لا إله إلا الله، الله يتمم عليهم يا ربي، الله يتمم عليهم وتصير من نصيب ولدي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هذا الظهر بشارة خير يا رب. إن شاء الله يا رب تصير من نصيب ولدي يا ربي، توفق يا رب ولدي يا رب. أقول وداد، نعم حبيبتي، عندي موضوع يخص بنتي ريم وأبيك تبلغين حق ولدك فيصل. شو الموضوع؟ حبيبتي لا تحاتين، خير خير إن شاء الله. ماكو، بس بنتي كانت مخطوبة قبل فترة حق ولد معاهم بالجامعة، والله ما قدر وما صار نصيب، يعني كان العيب فيه. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله. إيه. ومنين قال له هذا الولد؟ هو من بيت الناجي، ويعني كانوا شوي، أمه كانت شوي عسرة. إيه. إنزين، اللي هذول اللي عندهم شركات ترس الديرات؟ اي هذه شركاتهم، وهم من عائله معروفه وكل شيء، بس هم كانوا شايفين حالهم ما ادري على شنو، وصراحه انا ما كنت مرتاحه. اي عاد هذول ما شاء الله يعني واصلين ومعروفين. اي اشوى الحمد لله، اشوى ان خطبه بس يعني الحمد لله، اشوى انكم ما استعجلتوا وما لشتوا، كان حسبت على البنيه زيجه بعد. إيه؟ لا 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 الحمد لله، لا الحمد لله انها خطبه، الحمد لله لك يا رب. اصلا انا ما كنت مرتاحه للام، واي الحمد لله لك يا رب، اعوذ بالله. إيه؟ الحمد لله اشوى الحمد لله خطبه ما يخالف. انزين وبعدين؟ ولا لا لا انا ببعدين شنو صار؟ من قاعدة تحاكين حبيبتي؟ لا يما ماكو، بس رفشتي دلول. انزين ماذا دلول؟ ليش سكرتي على طول أول ما دشيت عليك؟ لا يما بس تدودحت يعني، لأن عندي باتشر امتحان وقاعدة أسولف مع دلول تنزفيني. يعني أنت عارفة إن اللي قاعد تسوينه غلط، تاركة مذاكرتك وقاعدة تقرقرين مع رفيشتك بالتليفون. يما أدري، بس خلاص يعني أنا آسفة. يما أنا اللي قاعد أقوله لك مو عشاني أنا خلاص درست وتخرجت وتوظفت، حقك أنت يا يما. الدراسة هي سلاحك بالحياة هذه، إذا جار عليك الزمن هي اللي تعزك وترزك، ما يعزك ويرزك إلا شهادتك. هذا راضى يما، شنو جار عليك الزمن؟ خليك من هذه الكلمة الحين، قطعتي على هذه أنت. يما ديري بالك على مذاكرتك الحين، بهدك بس شوي، راجعي وحطي راسك ونامي عشان تقعدين مبكر. يا يما أذيتي خواتك حرام، كل يوم يتشكون منك، طلعتي روحهم. يلا يما راجعي لك شوي، ها دراستك ونامي يما عشان باكر تقعدين مبكر ما تأذين خواتك. حاضر يما. يلا يما تصبحين على خير. الو، لا 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 مو مشكلة، بس سوري سوري، أمي دشت علي فجأة. ما علينا، خلوه تكمل. لا لا عادي عادي. عن القشمرة كمل أنت الحين. هلا هلا حبيبي وحياتي. هلي هلا. توا ما نور البيت. نور بهلا. انت للحين زعلان مني؟ كلام اللي قطيته اخر مره؟ انا لا زعلان ولا مفايق. انا اذا زعلان زعلان على الظروف اللي انا فيها. قصدك امال ما ردت البيت؟ شكلها ما راح ترد. كلمني بسام وقوه قبل شوي، يقول لنا باكر الضحى بيمرون البيت تاخذ اغراضها. زين خل تاخذ اللي تبي، باكر تطخ ان شاء الله وترد. ما تبي ترد، تبي ورقة طلاقها، حتى ولدها ما تبي. يمكن قاعد تسوي كذي عشان تطلقني؟ لا لا، أمال عمرها ما تعلقت بولدها،
أمال متعلقة بأمها وبس. اليوم كنت عند مسكين عصام حبيبي عند أمي، كل شوي يسألني وين ماما، وهي حتى ما تسأل عنه ولا تدري عنه. صدق قلبها جاسي، أنا توقعت هذا ولدها أكيد بيكون غالي عنده، صار ولدها أرخص ما عنده. زين إيش ناوي عليه؟ ما أدري، جد ما أدري، ما أدري إيش أسوي. مو مجهزين لي شيء خلاك له، أنا ما أروح أبدا. واي واي واي، يا حالاتهم يا حالاتهم، ويا زينهم من عائله صدقي ونسون. اي والله يا يمه. وينكم يمه؟ تاخرتوا وقعدت تحاتيكم. يا يمه راحت علينا السوالف. يا زينهم يا زين ريم وام ريم واهل ريم. حتى اسال فيصل. لا مو صح، وانت عارفه اني رايح مجبور. مقصوب ولا برضاتك يا يمه؟ المهم قول لي، ايش رايك بريم؟ ايش رايك باختيار امك؟ يا ما انت ليش مو راضي تستوعبي ان انا بحياتي بنت ثانيه؟ ما راح اقدر اعيش مع ريم. يا يمه اول شيء هذه مو بنت، هذه مره عيوز رمه، هذا اولا. ثانيا يا حبيبي، ان لا يمكن انا اوافق عليها. يا فيصل تعوذ من ابليس، وخلني أدعي لك يا يمة وبارك لك بهالزيجة يا حبيبي، وتزوج ريم ويبها تسكن هني عندنا. والله إنك يا يمة لو تلف في الدنيا كلها ما تلقى واحدة مثل ريم. ما علي يمة، الحين الوقت تأخر، خل فيصل يروح داره يرتاح ويفكر ليوم ولا يومين ورد لنا خبر إن شاء الله. عدل فيصل؟ لا مو كذي، وأنا أبي الرد الحين. مثل ما يا فيصل أنا شلتكم على كفوف الراحة وضحيت بحياتي وسعادتي، ولا كان بالإمكان أني أجيب لكم ري الأم يقعد ينقص عليكم حياتكم. كل ما تبون شيء بس تأشرون بأصابعكم. أبوكم ما درى عنكم، أنا اللي شايلتكم شيل. كل هذا ما بي منكم شيء. أبنى لما أقول لكم كلمة تسمعونها. أنا ما خذيتها يما. بيتي تعذرك يا فيصل، وانسى ان عندكم ولا ابي اشوف وجهك ولا لساني يطيح على لسانك، وحتى قبري لا توقف عليه. بسم الله عليك يما. اسمع يا فيصل، لا تشتري أمك وريم وهلك، ولا تشتري العيوز الرمة. يا يما تعود من إبليس، اذكر الله. اللي قاعد تسويه غلط، هذا خراب بيوت. تشفيك النيت من حاجي أنا. تعالي ومعطيه خليه يشرب، يمكن الله يهديه ويعقل. ليش مسوي الأخ؟ شو مسوي؟ هاد منال الخير كله ويا يقعد هني على قلبي. تم صدقك؟ مو هذا اللي انت كنت بتموت عليها وتكفين نوف كلميها بتزوجها، وعقب ما تزوجت الحين ما تبيها؟ يما أنا قاعد أشوف شيء أنتم ما قاعد تشوفونه. أكيد يما إحنا ما قاعد نشوف اللي تشوفه. أنت ما قاعد تشوف إلا الفقر. اسمعني عدل، منال ترد لها غصب عليك. لا وتروح تبوس ايدها وراسها بعد وتقول لها عمتي. انت وشنو تبون مني بالضبط؟ انا اعرف شنو قاعد اسوي، انتوا طلعوا منها. والله صدق يما يما اتعامل راسك معاه، خلي انا بروح داري. بالله والشكر. صباح الخير عبد العزيز. صباح النور يا هلا نادية. الا فيصل وينه؟ فيصل باجازه مرضيه اليوم. ليش في شيء؟ الظاهر انه تعبان شوي. خير ان شاء الله ما يشوف شيء. حياك. عن ابنك. حياك.
ابشرك يبا، المناقصه رست علينا وان شاء الله اقل من 6 اشهر راح نبلش مشروع الجليعه بعد. ممتاز، خوش خبر. وبعد؟ والارض اللي كلمت فؤاد عنها، فؤاد قاعد يتفاوض مع المالك ان شاء الله ويب السعر اللي انت حاطه. وصلوا للسعر اللي نبيه ان شاء الله؟ فؤاد طمني وقال لي انه قدر يجيب السعر اللي انت تبيه من الريال. ممتاز، ايه هذه الاخبار اللي تسر. ما شاء الله عليه فؤاد هبريح. ما شاء الله، هلا 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 فؤاد. يعطيك العافيه عمي. الله يعافيك، عاد توني انا ويا سلمان قاعد نسولف عنك، بخصوص الارض اللي قاعد تشتريها للشركه. عافيه عليك، بس ها ما وصيك. هوس على الريال لا يزيد بالسعر، نبي السعر اللي احنا تكلمنا عليه. ولك مني اللي يسرك، ان شاء الله نصيبك عقب ما نشتري هالارض بيجيك مني. تفضل عمي، هذه استغالتي. ليش صاير؟ احد مضايقك بشيء؟ افا ليش يا ولدي؟ ليش الاستقاله؟ شو اللي صاير؟ وتركت البيت بعد. أنا أدري إن هي تتصعب هني، بس لازم تكوني قوية. الحكي سهل، وايد سهل. ما يخالف، اللي بعجبه إيه؟ إن شاء الله ربي يكتب لك اللي فيه الخير. أوكي. بروح أخذ أغراضي من فوق، نبي نمشي بسرعة من هني، أحس روحي مخنوقة. يلا. فواز شايبك؟ انا مو قايل لك ان اختي بتيجي تاخذ اغراضها الحزه؟ ليش بتمنعني انا ادخل بيتي ولا بتطردني منه؟ وبعدين اختك اللي تسولف عنها هذه زوجتي وام ولدي وبنت عمي وحبيبتي، ولا انت ناسي؟ لو سمحت طلع برا على ما اختي تخلص اغراضها بعدين ردش البيت. انا حاشمك لان انت في بيتي ولانك ولد عمي بعد. بسام فكر بعقل، لا تفكر بطيش. ما في اخو ما يبي مصلحه اخته. اختك سدت كل البيبان بوي، ما قاعد ترد علي، حتى التليفونات ما اعطيتي فيها بلوك. هذه الفرصه الوحيده عندي اللي اكلمها. يا رجل اذا مو عشاني عشان عصام ولد اختك. تيرضيك انا في بيت وامه في بيت وهو في بيت. الولد يبكي كل يوم يسال عن امه. خلني اصعد تفاهم وياه. يمكن الله يحنن قلبه، يمكن الله يهديها ونرد حق بعض. فكر عدل. بسام خلني أصعد لها، خلني أتفاهم وياها.
هو بعد مشتاق لك. كل يوم يسألني لك. مو بس عصام. حتى أنا. عمال أنا وايد مشتاق لك. وايد فاقدك بحياتي. عمال أنا أحب. أدري إن أنتي مو مصدقتني، أنا ما ألومك. ما ألومك بولا شيء أنتي قاعد تسوينه. بس أنا بعد لي حق. أنا ياما قلت لك، أمال انتبهي حق بيتك. أمال ديري بالك على رجلك. أمال حطي بالك على البيت، على ولدك، أمال انتبهي لي. أمال أنا محتاجة اهتمام. ليش ما فكرتي تحطين الغلط على نفسك؟ 24 ساعة زوارة ومناسبات ومواجيب. لاحقه امك وين ما تروح. تخلص مناسبه تردين حق مناسبه ثانيه. رايلك ما له حق عليك. رايلك بعد يبي مواجيب. ولا لازم اكون مناسبه حقك وحق امك عشان تجابليني. لا انت غلطانه بعد. ليش ما تصيرين حقانيه مره واحده بحياتك؟ لومي نفسك انت بعد لا تلوميني انا بس. هانت عليك الاشرف فواز؟ صار عندك بيت ثاني غير هالبيت؟ ومرة غيري. شلون قدرت تحب واحدة ثانية غيري؟ شلون قدرت تلمس واحدة ثانية غيري؟ غيري! تروني تغادر فيني. على الأقل عطني خيار. أنا اللي أختار مو أنت. شش. ما أنا أحبك. أموت فيك. ما أتخيل يوم بحياتي يمر وأنا فكر فيك ولا احبك. صدق الكلام تقول يا بعد صح انك تكذب. تكذب علي وعليها. لا 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 ما لا انا عمري ما حبيت غيرك. انا عمري ما عرفت احب احد غيرك اصلا. تقول ان انت صدق تحبني وادري ان انت تكذب. طلقني. شلون اطلقك؟ شلون اطلق بنت عمي اللي عشت عمري كله احبها؟ شلون اطلق حلمي؟ انا عمري كله كنت احلم بس اتزوجك. شلون تبني اطلقك؟ امال انت حلم حياتي بالنسبه لي. انتي حب اللي عمري ما استغنى عنه. كمل كمل قول. قول ان انت خنتني قدرت فيني ورخصني. شنو تبي؟ تبيني اطلقها؟ راح اطلقها. راح اسوي اي شيء بالدنيا يرضيك. اي شيء تبينه راح اسوي بس خلنا نرجع. خلنا نرجع نعيش انا وانتي وعصام. نرجع نعيش حياه حلوه، نرجع نعيش ببيتنا، نستانس، اسوي اللي تبيه. بس أنا ما أبيك. ما أبيك خلاص. أنت صدق تحبني مثل ما تقول، وعندك درة كرامة ورجولة، طلبني. ذنب ولدي برقبتك انت وامك. والله راح احاسبكم عليه.
فيك؟ ايش فيك؟ قولي لي طالعين ايش فيك؟ تعالي هدي شوي ايش فيك؟ تكلمي ايش فيك؟ امو لا تنرفزيني. امو ايش فيك؟ تكلمي. طقك؟ تبيني اروح اكسر راسك قدامك الحين؟ امو لا تنرفزيني تحكي. امو ايش فيك؟ طيب ايش فيك؟ بس طلقني. زين لما قلتي له ايش قال؟ ايش قال بعد؟ يكون يعني زعل وراح داره. ولدي واعرفه عدل، اعرف هالسوالف عدل انا. تلقينا قاعد الليل كله يفكر بالسالفه. يا ربي يا حبيبي، ما ادري هذه من وين طلعت لي وقلبت حياه الولد. يعني ايش هالانانيه هذه؟ ايش هالانانيه؟ انتي جربتي حظك وما توفقتي. اي ليش مغربله الولد؟ ليش مين انت؟ يا ربي صد 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 انانيه. زين انتي ما دشيتي عليه الدار؟ ما شفتي؟ ما طليتي عليه؟ ويا وداد، أنا ما أخبر فيك كذي جاسية. أحسن أحسن، علشان يحترم نفسه، علشان يعرف إن أمه خايفة عليه وعلى مصلحته. يعني بذمتك الحين ريم شو تعبينها فيه؟ جمال وأخلاق وأدب وبنت ناس وبنت أياويد، ولا أمها تعطينا على الجرح يبرى؟ صادقة والله يا وداد، البنت ما شاء الله كاملة والكامل الله، حتى الأم والله سنعة وتينن. يا معودة الله يهدي لك إن شاء الله ويرزق الزوجة الصالحة. اللهم آمين. اي أيوة والله امين يا رب العالمين. ويبعد عنا هذه 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 اللي بتيننا، هذه اللي بتيننا، ما نعرف ايش اسوي. ما عليه ما عليه. زين عمري انا استاذن الحين. حياك الله حبيبتي. الله يحييك ويبعد قلبك. مشكوره ما قصرت يا زهره، مشكوره. مع السلامه. الله يسلمك. منال، هلا يبا. تعالي تعالي، عندي أصابك. صاير صاير، تعالي. كل هذا يطلع منك؟ هذه بنتي اللي ربيتها التربية السنعة. خير؟ خير؟ اسألي بنتك، اسألي بنتك شو مسوية؟ تقول حق رايلها أن طامع بفلوسها، يصير يعني؟ وانت شحارك؟ شو شحارني؟ تغلط على الريال. تدري شو اللي صاير الحين؟ اللي صاير أن الريال زعلان وطالع من البيت. يعني شو تبينا نسوي فيها؟ بنتي يطلع منها كل هالحكي؟ يصير يعني؟ ما علي يبا، هد أعصابك، اصعد دارك ارتاح وانا بحل الموضوع مع منال. انت يعني ما تدري؟ ما شفت الريال اليوم شو مسوي؟ جاي من المكتب ومقدم استقالته. الريال عنده كل فلوس الشركه، يعرف اسرار الشركه كلها، يصير يعني؟ ما علي، كل شيء بنحل ان شاء الله، انت اصعد دارك ارتاح، لا تكدر نفسك، انا بحل الموضوع، كل شيء يتصلح. حول ولا قوه الا بالله. منال، صعدي بدله خلي وديش حق ريلش تراضينه. سلمان انا ما قلت له شيء. انا بس وضحت وجهه نظري وقلت ان انت طمعان بفلوسنا. وهذه كلمه ما تنقال يا منال. روحي بدلي خلي وديش عشان لم الموضوع قبل لا يكبر. ترى ابوي حيل ضايق لقى. ما علي يمه، روحي بدلي هدومك وروحي مع اخوك. يلا حبيبتي بسرعه يلا. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. من صدقك بسم الله عليك الرحمن الرحيم.
واي حبيبي نام نام. يبي خالتي خلني اودي فراشه. خلي عندي والله لو اقعد يوم كامل وانا كذي اطالعه ما اشبع من شوفته. اسم الله عليه الرحمن الرحيم. هذا تشوفينا كذي لانك وايد تحبينه. اي اسم الله عليه جميل جميل جنة ملاك. يا بعد عمري والله خالتي اقول لك سلمان وينك النبطه؟ والله ما ادري دقيت عليه وايد ما رد. عقب ادز لي مسج قال عندي موضوع ضروري وبتاخر. انزين الحين سلمان الله يهداه من زارنا ابوك اليوم وبعد قطع ولا يانا. زين دق على ابوك شوف وينه سالفته ما ولا على برهوم الصغير. يا رب ايش هالبرود؟ والله ما ادري ايش اقول لك خالتي يمكن هالشغل. انزين هات امي اخذي برهوم روحي نايمي بفراشه امي. خالتي وين توي الناس؟ يا حبيبتي بروح تحت روح اشوف فيصل. قضبي يا يمه قضبي. الا صدق خالتي فيصل ايش فيه؟ مريض؟ لا يما ما في شيء ما في الا العافيه بس تعرفين تغيير الجو شويه. اي يمكن عاد الحساسيه لاعبه لعب بهالجو. اي والله يا يما الله يكون في العون. امين. حطي لا تقعدين تجننينا. ان شاء الله ان شاء الله خالتي. فيصل امي فيصل فيصل ما مليت يا يمه من قعدتك بالبيت؟ انزل على الاقل انزل معانا تعال. انزين امي قعدت بالدار فكرت وقلبتها براسك ايش طلعت بنتيجه؟ ما فكرت ان ريم هي الوحيده اللي تصلح لك؟ ما فكرت ان ريم هي اللي عمرها مناسب لعمرك؟ اسمع الكلام يا يمه فيصل انا حاجيك معطيني ظهرك وما تبي ترد علي؟ نعم يما أنا ما راح أقول كلام غير الكلام اللي قلته. ريم الوحيدة اللي تناسبك يا يما. اسمع الكلام ولا تعاند. ما حرام عليك البنات اللي هم البنات الحين ما يجبرونهم على الزواج. تجبريني أنا ريال ايش طوله ايش عرضي؟ مو هالريال ايش طوله وايش عرضه لكن مخه ناقص. شو هالحكي يما؟ شو هالحكي؟ هذا الحكي يا يما. هذا الحكي وما عندي حكي ثاني غيره. يا يمه يا حبيبي يا بعد قلبي يا بعد طوايفي واهلي كلهم اسمع يا يمه ترى انا امك ابي مصلحتك انا قاعد افكر لقدام. يا يمه لقدام ريمي هي الوحيده اللي تناسبك وهي اللي بتريحك يا حبيبي. هذه اللي انت تفكر تاخذها هالعيوز الرمه هذه باشر يا يمه بتعض اصابعك ندم يسلم عمرك. اسمع الحكي لا تعاندني يا فيصل. صدقني انا راح ادق على اهل البنت وراح اقول لهم ان ولدي موافق انه ياخذ بنتكم وبشوفهم شو يردون علي وش يقولون بعد. شلونها الحين؟ شلونها بعد؟ مقطعة روحها من البكي. بس ما يخالف فترة وتعدي مرضها بتنسى وبتهبل.
الو الو هلا فيصل، انت وينك؟ ضروري اشوفك ان شاء الله. ان شاء الله حاضر. فيصل ايش فيك؟ قاعد احاتيك في شيء؟ ايش فيك فيصل؟ ليش ما ترد علي؟ في شيء؟ فيصل واللي عافيك رد علي. لا سمح الله انت مريض ولا سامع شيء مو زين؟ في شيء صاير؟ احس قلبي قاعد يرجف مكانه من الخوف. طمني واللي عافيك. نادية يا عيون نادية، يا روح نادية، يا قلب نادية، آمرني. نادية أنا بتزوج. والله العظيم احبك ولا اقدر استغنيك. عمري مو راضي كلش. مصر انها تزوجني غيرك. على بالها بهالحركة انا راح اقدر انساك ولا اوخر عنك. انا ما اقدر انساك. وحيت عليك. حيت على حبك. انت عيوني اللي اشوف فيها، انا ما اقدر استغنى عنك. شنو ناوي تسوي؟ اسمع كلام امك وتخليني على هامش حياتك. أمي هددتني إنها راح تقاطعني طول العمر إذا خذيتك. مو سهلة أمي، مو سهلة. أنتي ما عرفتيها. نفس الوقت أنا ما أقدر أخسر رضاها علي، هي اللي ربتني. بس يا فيصل، بس اسمع كلام أمك وانتهي من الموضوع خلاص. لا نادية، نادية لحظة ما كملت كلامي. لحظة ما كملت كلامي. قاعد أسمعك قول. أحبك والله العظيم أحبك ولا أقدر أستغنى. تحسي باللي قاعد يصير فيني؟ أنا مهموم. حسي فيني شوي. فيصل إذا أنا صدق غالية عليك وشاريني تتزوجني قبلها.